السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. هذه الحلقة ستكون حلقة تكميلية للحلقتين السابقتين حول مادة الشيلاجيت ومادة الطين. وفي البداية أوضح أن حلقة البارحة حول الطين لم تحذف من القناة، الشريط حول الطين لم يحذف من القناة ويمكن مشاهدته، أنا عملته بالخطأ على الخاص فقط. ثانيا، هناك من يأخذ معلومات من القناة ويعيد نشرها بطريقته ويعمل بها ضجة، وهؤلاء طلبنا منهم ولازلنا نطلب منهم بأن يتركونا في حالنا، لأنهم مع الأسف الشديد سيميعون هذه المعلومات وهذه النصائح. فنعود لمادة الشيلاجيت ومادة الطين. فمادة الشيلاجيت غير معروفة في البلدان الغربية، ومادة الشيلاجيت ليست مادة غذائية، فهي مادة صخرية، وهي معروفة في الهند ومعروفة كذلك في منطقة القوقاز. ومادة الشيلاجيت مهمة جدا، لماذا؟ لأنها المصدر الوحيد لحمض الفولفيك، وتحتوي كذلك على أملاح معدنية، تحتوي على 85 نوع من الأملاح المعدنية، وعلى تركيز عالي من حمض الفولفيك، شيء من حمض الهيميك. وحمض الفولفيك له خاصية قوية، وهي خاصية التفاعل بقوة مع جميع السموم في الجسم، والماء يتفاعل مع هذه السموم ويشدها فهو يخرجها من الجسم. فمادة الشيلاجيت استعملت ولا زالت تستعمل في العلاجات، يعني استعملت منذ مئات السنين في كثير من العلاجات، فهي ممنوعة فقط على الذين لديهم حديد مرتفع في الدم، وممنوعة على أصحاب طلاسيميا، وممنوعة كذلك على النساء الحوامل فقط. وبالنسبة للذين لديهم أمراض السكري وارتفاع الضغط وأمراض القلب والشرايين، وكذلك السرطانات والأمراض المناعية الذاتية، وكذلك المناعة المنخفضة، وكذلك الخلل الهرموني، فهي تسوي الهرمونات عند الرجال وكذلك عند النساء، فهي ترفع يعني نسبة التستوستيرون عند الرجال، وهي كذلك تنشط البكتيريا الصديقة، وتكلمنا عن هذا الأمر. فالأشخاص الذين لديهم مشكل على مستوى الامتصاص ولديهم غازات وتقرحات والتهابات على مستوى الجهاز الهضمي، فهي مهمة كذلك للجهاز الهضمي، وهي يعني استعملت ولا زالت تستعمل مادة شيلاجيت يعني بالنسبة لجميع الأمراض، فهي تدخل في الديتوكس يعني في الكلينز، وهي تخرج السموم من الجسم. وطبعا لما تخرج السموم من الجسم فالمناعة تتحسن، وكذلك النظام الهرموني يتحسن، وكذلك العلاجات تعطي نتيجة. فمادة الشيلاجيت تستعمل أو تستهلك بكمية ضئيلة جدا، هي لا تشترى بالكيلوغرام، هي تشترى بالجرام، يعني 10 جرامات و 20 جرام 30 جرام كافية يعني بالنسبة للعائلة. فهي يعني تستعمل بكمية ضئيلة، 250 ميلي جرام، يعني 100 ملي جرام، 200 ملي جرام، 300 ملي جرام، إلى حدود 500 ملي جرام، يعني نصف جرام، إلى حدود نصف جرام. جيد، ممكن بعض الأشخاص الذين لديهم وزن 85 و 90 كيلو ممكن يصلوا إلى كمية جرام واحد، لكن يجب أن لا يتعدى الشخص جرام، لكن الكمية المنصوح بها والمعتمدة هي 0.5 جرام، هي نصف جرام، يعني كحد أقصى. ممكن نتعدى هذه الكمية ب 200 ملي جرام، يعني 700 ملي جرام جيد، ويعني ممكن أن يتناول الشخص 300 400 500 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم، ممكن، ويتناولها الشخص لمدة شهر وشهرين، وممكن أن يتناولها من حين لآخر، لما لا؟ إذا كانت يعني متوفرة لدى الناس فممكن يستعملها من حين لآخر، فهي تدخل في الديتوكس، وهي تساعد الجسم، تساعد الجسم لأنها تلعب يعني على النظام المناعي وكذلك النظام الهرموني، وهذه الأنظمة هي الأنظمة القوية في الجسم، يعني النظام المناعي والنظام الهرموني. فالذين لديهم سرطانات فيجب أن يستعملوا هذه الشيلاجيت، والذين لديهم أمراض مناعية ذاتية كذلك أن يستعملوا الشيلاجيت، والذين لديهم تسممات، لأن كثير من الناس لديهم تسممات. فلما نتكلم عن السموم عن التسممات كل الناس يذهبون للأشياء التي يبحثون عنها الآن، فنحن لا نتكلم عن هذه الأشياء، نحن نتكلم عن أشياء عادية، تسمم الجسم بالمعادن الثقيلة وبالتوكسينات وبالمواد البلاستيكية وحتى التسممات بالأدوية. وممكن أن يتناول الناس هذه الشيلاجيت مع الأكل، وممكن يتناول الشيلاجيت مع المكملات الغذائية،
مع السبيرولينا ومع الكلوريلا ومع البروبوليس مع بدون أي مشكل. وممكن أن يتناولها الشخص كذلك مع الأدوية، حتى مع الأدوية فهي يعني لا مادة الشيلاجيت هي مادة مهمة وجيدة وليس لديها يعني أخطار كثيرة، فقط لا يتجاوز الناس هذه الكمية، كمية نصف جرام في اليوم. بالنسبة للطين فكثير من الناس تكلمنا عن الطين، لأن كلمة الطين بالنسبة لبعض الناس تعني الطين الذي نطبخ فيه وهو الخزف، ونحن نتكلم عن نوع من الطين يستهلك. هناك الطين الذي يستعمل في الكوسميتيك يعني ماسكات على الوجه وكذلك على الجسم، ونوع الغسول يستعمل للشعر لتنظيف الشعر، لكن بدأ الناس يخلطون الأشياء، أو ربما يعني نحن وضحنا للناس بأن هذا الطين لا يستهلك بكمية كبيرة، وإذا استهلك بكمية كبيرة فهو خطر، وليس التربة وليس أي طين وليس أي نوع من الصلصال. هناك أنواع تباع معروفة، تباع في الصيدليات وفي الأماكن التي تبيع منتوجات، وليس هكذا يذهب شخص هكذا ويتناول طين يأكله. فنحن لم نتكلم عن هذه الأشياء ولم نكن نعلم بأن يعني أن الناس يجهلون تماما هذه الأشياء. لما يسمع كلمة طين فما يكون شخص يعني بها الطين الذي يطبخ فيه، وهذا هو مشكلنا في هذه البلدان، مشكل جهل. فالبلدان الغربية هناك نوع من الطين يباع في الصيدليات، يباع في الأماكن التي تبيع منتوجات بايو، ويباع في الأماكن التي تبيع المكملات الغذائية، موجود في الصيدليات موجود هذا. فهناك الطين الذي يوضع على الوجه يعني كوسميتيك، وهو جيد كذلك حتى للالتهابات والأكني، هذو اللي عندهم الأكني في الجلد ممكن يعملوا ماسكات، فهو جيد للأكني وجيد حتى للالتهابات وجيد حتى لبعض الانتفاخات. هناك يعني الطين الذي يوضع على الجسم خارجي، استعمالات خارجية كوسميتيك وكذلك بعض العلاجات الخارجية، لكن هناك طين الذي يستهلك كذلك ويستهلك بكمية ضئيلة، لأنه إذا تعدى الشخص الكمية وربما يكون خطر، لأن وقعت يعني حوادث كثيرة بسبب الطين. لماذا؟ لأنه يتصلب ويحبس يعني الجهاز الهضمي يتصلب، ثم يعني هناك بعض الأشخاص يعني أجريت لهم عمليات جراحية لأنهم استهلكوا كمية كبيرة من الطين. وهناك أنواع، هناك الطين الأبيض وهناك الطين الأخضر، بالفرنسية لارجيل فيرت ولا لارجيل بلانش، كاين لارجيل روج، كاين لارجيل غريز، كاين علي أنواع من هذه الكلاي، هذه الكلاي. ولكن نتكلم عن الطين الذي يستهلك، يعني نوع من الطين الذي يستهلك، وليس الطين الذي يستعمل استعمالات أخرى، وليس التراب، ليس التراب. نحن نعلم أن يعني كان من قبل كثير من الناس بعض الأشخاص لديهم مشاكل أنهم كانوا يحبون التراب ويأكلون التراب، وهذا فيه خطر كذلك، لأن الذين كانوا يأكلون التراب كلهم لديهم تسممات ولديهم طفيليات في الأمعاء، لأن التربة ملوثة، ربما يكون فيها أكياس، ربما يكون فيها بوغات للبكتيريا، ربما يكون فيها أشياء خطيرة. وأن يتجنب الناس جميع الأشياء الغير مراقبة، يعني يجب أن يقتني الناس هذه الأشياء من أماكن معتمدة تبيع هذه الأشياء للاستهلاك البشري وللاستعمالات العلاجية أو الطبية أو أشياء كذا فقط. الكمية اللي يعني لا يتعدى الناس نصف ملعقة صغيرة مع الماء. فهناك من يضع هذا الطين في الماء ولا بدون تحريك، بدون تحريك، أن يتركه لمدة ليلة، أن يضع الطين مع الماء، وأن لا يكون ماء صنبور، أن لا يكون ماء صنبور. الطين لا يشرب بماء صنبور، يشرب إما بماء العين أو ماء البئر أو ماء مفلتر، المياه المفلترة أو مياه الأمطار أو مياه الآبار أو مياه العيون فقط، ولا يشرب مع ماء صنبور، انتبهوا جيدا، يعني هذا شيء مهم. ولا يستهلك مع المواد الدسمة، لا يستهلك مع المواد الدسمة، كذلك شيء مهم. وهذا الطين عليين لما تشتري الطين فيعني هناك البروسبكتوس، يعني كيفية استعماله وكيف تستعمله، وهناك أكثر من ذلك. فالناس الآن ليس لديهم عذر، لأن لديهم جوالات ويعني ممكن يدخل
البنك المعلومات وممكن يعني يتصفح كثير من المواقع التي تتكلم عن الطين الأخضر والطين الأبيض، الأشياء هذه التي تصلح للاستهلاك فقط. الطين لا يصل إلى الدم، الذين يريدون استخراج السموم عن طب بالطين فهذا ليس صحيح، وأنا لم أتكلم عن هذه الأشياء. الطين لا يصل إلى الدم، لماذا؟ لأن عنده نيجاتيف تشارج، وكذلك الأمعاء عندهم نيجاتيف تشارج، فهما يعني يدفعه لا يتركه يمر إلى الدم. الطين لا يمر إلى الدم بمعنى أنه لا يعني لا يمكن أن يستخرج السموم من الدم، يعني هو يقوم بتنظيف الجهاز الهضمي فقط، تنظيف الجهاز الهضمي فقط. والذين لديهم إمساك ممنوع عليهم تناول الطين. يعني نحن نوضح هذه الأشياء، لأن مع الأسف البارح قرأت في تعليقات الناس يتكلمون عن الطين الذي نطبخ فيه أو الطين الذي يوجد في المناطق، ونحن كنا نأكل تراب. ما هذه الأشياء؟ نحن لسنا في العصر الذي نأكل فيه تراب. ما هذه الأشياء؟ يعني هذه أشياء خطيرة، وأنا تكلمت في الشريط بأن الطين خطر إذا تناوله الناس بكمية كبيرة، وأن التربة الآن الذين كانوا من قبل، كانت بعض النساء لما يكون فيها وحم كانت تأكل قطعة بسيطة من التراب، يعني النساء لما يكون أثناء الوحم يعني ممكن أن تأكل أي شيء، ممكن أن تحب أي شيء، ولكن هذه استثناءات وكذلك خطيرة، لأن خطيرة على يعني على الجنين وخطيرة على المرأة. لكن يعني المرأة أثناء الوحم، وكان هناك من طريقة، يعني حتى الناس من قبل كان هناك وعي، يعني كانوا يعرفون الأشياء يعني التي تضر. فكان هذا الصلصال، نوع من الصلصال الذي كانوا يعني يستهلكونه، كان يبلل أصبعه ويضعه فوق الصلصال ويضعه في فمه. انظروا الكمية، يعني كمية ضئيلة جدا، يعني كان يبلل أصبعه يضعه في هذا الصلصال، يعني هذا الطين الذي يستهلك طبعا، يضع أصبعه فيه ثم يضعه في فمه، تقريبا يكون أخذ 0.5 غرام أو غرام يعني من الطين. فيعني أن ينتبه الناس لهذه الاستعمالات، وليس الأشياء التي تبحثون عنها أو تظنون بأنكم ستستخرجون السموم بهذه الأشياء، فيعني لا تعولون على هذه الأشياء. أنا أتكلم لأن هناك أمراض أخرى نسيها الناس، وهي تحتاج ديتوكس وتحتاج يعني أن ننظف الجهاز الهضمي. لماذا؟ لأن الجهاز الهضمي الآن أصبحت التقرحات وأصبحت الالتهابات على مستوى الجهاز الهضمي خطيرة وكثيرة، حتى الأطفال الآن لديهم مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي. الأطفال الآن لديهم تقرحات وانتفاخات، وأطفال يعني 6 سنوات وأقل عندهم كرون، هذا مشكل. فنحن نتكلم عن الأمراض العادية، وبأن لا تضاف إلى هذه الأخطار التي نحن الآن نواجهها، لا ندري علي في المستقبل، لكن أن تكون معلومة لدى الناس، هذا ما نريده، أن تكون لديكم معلومة. لكن هناك من عمل ضجة بهذه المعلومات ويريد يعني أن استخراج السموم من الجسم، من عمل كل يعني ديتوكس معروف، كلينس معروف، يعني هذه تنظيف الجسم معروف، وليس نتكلم عنه الآن، فقط نحن نعطي معلومات. وكلما كانت معلومات متوفرة وكثيرة لدى الناس فيكون لديهم الخيار ويكونوا مرتاحين، وممكن أن يستعملوا هذه الأشياء هم بأنفسهم. ونحن مقبلون على مرحلة لا ندري الأمراض التي ستكون، لا ندري الأمراض التي ستكون، وكل الأمراض ستتكاثر، كل الأمراض ستتكاثر، نسبة الأمراض سترتفع. الآن كل الناس يحسون بآلم، كل الناس يحسون بعياء، كل الناس يحسون بارتخاء، كل الناس لديهم نسيان، كل الناس لديهم، كل الناس الآن لديهم أعراض، جميع الناس لديهم أعراض، جميع الناس لديهم أعراض، وأولهم العياء. الناس كل ملوك عياء، أولهم العياء. الناس الآن يصيبهم عياء بأقل شيء، يعني ألم في الجسم، ولا خصوص يعني العياء. العياء أنا لاحظت أن العياء، ولن يقدر الناس على العمل يعني كما كانوا يعملون من قبل، لن يقدر الناس على العمل، يعني الآن عياء شديد، وناس لا يقدرون على شيء، هناك من فيه نوم كثير، وهناك من أصبح لديه نسيان، والناس لا يركزون، أشياء كثيرة. على الأقل يعني ديتوكس سينفعهم، لأن ربما يكونوا خائفين من شيء ولديهم أشياء أخرى لا ينتبهون لها، ربما يعني تسممات عادية من المواد الغذائية ومن التلوث ومن الهواء ومن الماء ومن أشياء التي يستعملونها ويستهلكونها، وكذلك كثرة الأدوية، لما لا. هذه هي يعني المعلومات التي لم نعطيها في الحلقات السابقة، وهي الكمية وكيف يستعمل الناس هذه الأشياء فقط.
ثم ما الأشخاص الذين لا يستعملون هذه الأشياء، فهي معلومات أظن أنها معلومات كافية للناس. وهؤلاء الذين يعملون ضجة بمعلومات الدكتور محمد فايد أن يتركونا في حالنا، نطلب منهم أن يتركونا في حالنا، وإلا فإذا لم تستحي فافعل ما شئت. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.